خليها اول حاجه هنبدا بالباي كودنج ماشي، بعد كده نبدا ناخد الموديليشن تكنيكس المختلفه اللي ايه اللي بنبعت بيها البيتس او بنعمل بيها موديليشن للبالس ابتيتيود يعني البالس ابتيتيود يعني. اوكي طيب، اول حاجه عندنا الباي كودنج. احنا دلوقتي اخر حاجه عملناها ان احنا كنا بنعمل بي سي ام، البي سي ام كان بيحول لنا السامبلز لبيتس 0 1 كده صح؟ احنا عرفنا نوصل لايه بالشكل ده. طيب بعد كده عاوزين نبعته على الشانل. الشانل ما ينفعش نبعت حاجه دلتا او مثلا ارقام، يعني نبعتها ازاي؟ لازم نعمل لها لاين كودنج. لاين كودنج ده زي ما انتم اكيد كنتوا متوقعين، احنا بنيجي نرسم الفيرسس تايم، بنرسم مثلا بت ليها ديوريشن معين مثلا تي بي، بيبقى ليها مثلا ليفل معين. مثلا سي ان انا هبعت واحد، هبعت مثلا بي سي سي كده، او هبعت ليفل واحد. لو هبعت زيرو مثلا ببعت مثلا بالس ثانيه هنا مثلا من 2 تي بي، هبعت مثلا زيرو او حاجات كده. ده اللاين كودنج. اوكي لاين كودنج فيه انواع كتير قوي اللي انتوا هتاخدوهم دلوقتي ماشي، هما السته دول. الاول بس احط شويه كونديشنز كده ماشي. باب معايا، باب معايا، طيب هنتكلم على شويه ديفينيشنز وبعد كده نبدا نرسم الايه اللاين كودز المختلفه. اول حاجه لو انا بتكلم على بولر او يوني بولر، فانا بتكلم على الايه على الامبليتيود. فلو بتكلم على بولر يبقى بتكلم على نيجاتيف 1 امبليتيود. لو بتكلم على يوني بولر بتكلم على 1 و 0، ده امبليتيود اللي ايه المختلف. طيب نمبر 10 تو 0 معناه ايه؟ ان ودن الدي دي اللي انت لسه اسمها دي الديوريشن، البلس ما بتنزلش ابدا من الزيرو، تفضل ايه ثابته على الليفل اللي هي موجوده عليه. اما الريتيرن تو زيرو معناها ان ودن البيت ديوريشن البيت بتنزل ايه للزيرو ودن البيت ديوريشن. طب تعالى ناخد كده اكزامبل، خلينا ناخد مثلا 0110 مثلا. عاوز اعمل يوني كولر نون ريتيرن تو زيرو. يوني كولر يعني بتكلم على ايه؟ 01 صح؟ ونون ريتيرن تو زيرو هيبدا محافظ على الليفل بتاعه، مش هينزل للزيرو ودن البيت ديوريشن صح كده؟ يعني نرسم بقى كده. اول حاجه زيرو افضل ثابته على ايه على زيرو، بعد كده عندي ال1 هطلع بليفل 1، وبعدين هنا ايه برضه 1، وبعدين هبدا ايه ثاني زيرو كده تمام. دي ثابته. البولر بتكلم على ايه؟ على 1 نيجاتيف 1، لان لو تنت زيرو تفضل محافظه على الليفل بتاعها. يبقى ايه؟ يبقى عندي هنا نيجاتيف 1 عشان زيرو، وبعد كده 1، وبعدين ايه 1 تاني، وبعدين ايه نيجاتيف 1 تمام كده. طيب عندي يوني بولر ريتيرن تو زيرو. يوني بولر بتكلم على مين ومين؟ 0 1 ماشي. حاجة ايه هعمل ريتيرن تو زيرو، فهاجي في وذين البيت ديوريشن ينزل ايه للزيرو، بس انا اوريدي انا عندي ده زيرو فمش هتفرق. ده ايه هيبقى اول حاجه زيرو، بعد كده ال 1 يبقى نص 1 نص 0. تيجي البيت اللي بعدها نص 1 يعني نص او ربع او كده، ده بتبقى على ايه على الديزاينرز يعني ناخده كده كونفنشنال يعني. واخر حاجه ايه كلها زيرو. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي باي بولر، باي بولر ريتيرن تو زيرو. باي بولر بتكلم برده على مين؟ على 1 ونيجاتيف 1 ماشي. هنا اول بيت هيبقى عندي نيجاتيف 1 وراح راجع ايه للزيرو تاني، عشان هو ريتيرن تو زيرو برجع للزيرو ودين البيت ديوريشن، وبعد كده ال 1 برجع للزيرو، بعدين برضو نفس الفكرة برجع للزيرو، وبعدين ايه نيجاتيف 1 برجع للزيرو. اوكي طيب مانشستر بقى، مانشستر في الولاد كلهم بيحبوها ماشي. اللي عندي ال 1 ايه طيب ال 1 ماشي بيبعتها بالشكل ده، لو زيرو بيبعت العكس انفرتد كده. اوكي طيب انا عندي ايه؟ لو انا عندي 0 1 1 اللي انا كنت لسه بعتهم في كل واحده من اللي فاتوا دول، فهبعت 0 ايه مقلوبه كده، بعدين 1 كده، بعدين 1، بعدين ايه 0. اوكي الباي بولر الترنيت مارك انفرجن ده بيعمل ايه؟ ده بيبعت 0 0 عادي، وبيبعت ال 1 بيالترنيت ما بين ال 1 والنيجاتيف 1. اوكي فلو عندي كده 0 1 1 0 مثلا، ف 0 عادي هيبعتها ك 0،
يجي الوان الاولانيه هيعمل ايه؟ هيبعتها ك1 والوان الثانيه هيبعتها ايه؟ كنيجاتيف 1. وبعدين لو جت هنا 1 بعدها هيبعتها ك1. بيفضل يالترنيت على حسب ايه السيكونس بتاعه. طيب الباي بولر الترنيت ده ممكن يبقى ريتيرن تو زيرو او نون ريتيرن تو زيرو. يعني هنا انا عاملاها ايه؟ ريتيرن تو زيرو، بس في انواع برضو ايه ممكن تكون ران ريتيرن تو زيرو. تمام ولا ايه؟ طيب نيجي بعد كده لانواع انكودنج بقى. اول حاجه عندي ديفرنشال انكودنج. ديفرنشال انكودنج بيعمل ايه؟ بدل ما ببعت الزيرو وانز انا ببعت التغيرات في الايه؟ في البيت ستريم. يعني لو حصل ترانزيشن هبعت زيرو، لو ما حصلش ترانزيشن هبعت 1. اوكي بس ده كان في 1 هنا ماشي. لا بس لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي ريفرنس بت. ريفرنس بت ديت لازم تكون عند الترانسميتد نفسها، هي عند ايه؟ عند الريسيفر، عشان يبقى في سينكرونايزيشن. تمام. طيب اول حاجه هبص على الريفرنس بت دي وابص على الايه؟ على البيت ستريم بتاعي. هل حصل ترانزيشن؟ هبعت زيرو. طب ده وده هل حصل ترانزيشن؟ هبعت زيرو برضه. طيب ده حصل ترانزيشن؟ هنا حصل ترانزيشن؟ لا. هنا حصل ترانزيشن؟ لا. هنا حصل ترانزيشن؟ هنا حصل ترانزيشن؟ لا. هنا حصل ترانزيشن؟ لا. لو في ترانزيشن هبعت زيرو. نو ترانزيشن هبعت 1. اوكي انت قلت هتفوق. انا اللي قلت انا هنام، مش انت اللي هتناموا. طيب ماشي. هنا انا ببعت ايه؟ ببعت التغيرات، هل حصل ترانزيشن ولا ما حصلش ترانزيشن. فعندي ريفرنس بت. ريفرنس بت ديت عشان سينكرونايزيشن ما بين الترانسميتر والريسيفر ماشي. فعندي دي مثلا سي ان هي 1، هبص كده الاقي هل البت اللي جايه لي، هل الريفرنس يعني اول بت عندي دي اللي المفروض ببعتها مثلا، هل البت الستريم ديت حصل ترانزيشن ما بينها وما بين مثلا البيت اللي موجوده عندي دلوقتي؟ صح. فهبعت زيرو. طب ما ايه؟ طب ما في ترانزيشن. طب جينا هنا ده دلوقتي اللي بقت عندي دلوقتي اخر حاجه بعتها، هل اللي جايه دي اللي انا لسه هبعتها حصل ترانزيشن بينها وبين اللي انا لسه بعتها؟ يبقى ايه؟ حصل ترانزيشن هبعت برده زيرو. نفس الفكره، حصل ترانزيشن هنا في ترانزيشن زيرو زيرو، اللي جايه زيرو. لا ما حصلش ترانزيشن. انا بصي يعني على اللي انا ببعته على اللاين اللي بعته داتا. اللي بعته لا مش الداتا نفسها يعني مش لا 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 مش الداتا نفسها، اللي بعته بالكده عشان هو حتى الريسيفر يعمل ايه؟ يشوف يعني هو مثلا الريسيفر هيعمل العكس اوبريشن دي، فلو بعت له زيرو هيروح هو ايه؟ مغير. تمام. انهي حته بالظبط؟ ماشي. هو كل حكايه ان انا اتس كايند اوف فيدباك بيشوف يعني ماشي. هقولها لك ازاي؟ انا هفكر ان اقولها بطريقه مختلفه. هو هنا مش بيبعت البيت ستريم نفسه، هو بيبعت ايه؟ هو بيبعت بت وبعدين يقارن البت اللي هو بعتها دي بالبت اللي لسه هيبعتها ويشوف هل في اختلاف بينهم ولا لا. لو في اختلاف معنى كده حصل ترانزيشن فيبعت زيرو. فالريسيفر اول ما يوصله زيرو يفهم ان ايه حصل ترانزيشن، حصل اختلاف. لو ما حصلش ترانزيشن يبعت 1. فعنده الريفرنس بت اهي دي اللي المفروض مثلا لسه بعتها، هيبص ويشوف الداتا اللي المفروض لسه يبعتها اللي هي زيرو، هل حصل ترانزيشن؟ حصل ترانزيشن، يبقى ايه؟ يبعت زيرو. طيب يجي يبص ده لسه بعتها ودي اللي لسه جايه هتتبعت، هل حصل ترانزيشن؟ احط زيرو. طيب هنا نفس الفكره، حصل ترانزيشن. طب هنا نيجي نبص هنا، انا لسه بعتها زيرو وجالي زيرو عاوز ابعته، حصل ترانزيشن؟ لا، يبقى هبعت 1 وهكذا. ايه؟ ببعت الترانزيشنز ما ببعتش الداتا نفسها. هي بس الديفرنشال انكودنج كمان يعني هي هيبان اكتر فايدته لما يعني في حاجه ثانيه قدامي، يعني لما اجي اشرحها على البام مثلا هتفهم ايه فايدته اكتر. بس هو الديفرنشال احسن حاجه فيه ان هو انت الداتا نفسها لما تيجي يعني لما تيجي تبعت مثلا هقول لك تبعت ايه؟ يعني هقول لك عارف لما تيجي نتكلم مثلا في الانالوج اللي هي امبليتيود موديليشن مثلا، فانت بتبعت الامبليتيود او بتحط المسج كامبليتيود بتاعت الكوزاين مثلا ماشي، فهي بتبقى سنسيتيف او حاجه عشان هي الداتا نفسها. لكن لما بتبعت الترانزيشنز نفسها الترانزيشنز بتبقى ممكن تكون يعني بتبقى احسن من ان انت تبعت الداتا نفسها، فالايرور او يعني بيجنريت يعني هو عنده هو بيجنريت الفرق ده.
بس اللي هيفرق اكتر بقى او هتفهم الديفرنشال اكتر لما نيجي ناخد الديفرنشال بي سي ام، هتفهم هو قد ايه بيوفر في الامبليتيود في الباور والباندويث. بس هنا هو بس ديفرنشال انكودنج، بس ان هو بدل ما بيبعت الداتا نفسها بيبعت التغيرات في الداتا نفسها. اوكي طيب ناخد بعد كده الدلتا موديليشن. دلتا موديليشن ده بيبعت ايه برضو؟ بيبعت بدل ما ببعت الداتا ببعت التغيير برضو في الداتا، بس بلس امبليتيود. يعني هنا بتكلم على PAM. بيعمل كده ازاي؟ كل مره انا هثبت الحاجه اللي هبعتها، يعني مش كل مره. مثلا انا لما كنا زمان بنعمل كان عندي مثلا سي ان انا عندي سيجنال عامله كده بعملها سامبلينج صح، وبعدين بعمل بلس امبليتيود، فبعمل ايه؟ احط حاجه كده مثلا صح كده، وكنت ببعت مثلا لو ده 1.1 ببعتها 1.2 اي حاجه، او 1. خلينا نقول 5 مثلا، وده 2 اي حاجه، بتلاقيني ببعتها بالامبليتيود صح. الدلتا موديليشن بيقول لها لا انا مش هبعت كده، ده ويست اوف باور صح. فهبعت ايه؟ انا كل مره هبعت دلتا. الدلتا دي هي الستيب بتاعتي، لا اما اقول له زود الستيب يعني همشي ستيبس. فبدل ما اقول له كده، بدل ما كل مره ابعت مثلا البلس دي كلها هبعت دايما دلتا. دلتا دي اللي هي ايه؟ هي الستيب بتاعتي. فمثلا هيعمل ايه؟ بدل ما يعمل كده خلينا نكتب الصوت. طيب هيبعت اول مره ستيب ويقارن بينه وما بين المسج، لو طلع اقل من المسج يبقى هو اول واحده مثلا بعت اسنو. تاني مره هيبعت ايه؟ هيعمل بلس تانية كده هنا كده مثلا يقارن بينه وبين المسج فيبعت اس نوت. طب جه بعد كده لا انه اقل فيبعت مثلا هنا، لان هو برده ايه في الحته دي اعلى فينزل هنا مثلا ستيب. ماشي فينزل هنا ستيب هبعت نيجاتيف اس نوت، فهنا بعد كده لا انه اقل فيطلع كده فيبعت اس نوت. كل مره هو ثبت الحاجه اللي بيبعتها، هو ثبت هو بيبعت لاس نوت او الستيب او الدلتا او بيبعت ايه نيجاتيف الدلتا دي، يبقى هو ايه ثبت الباور اللي بيبعته. انا يعني كده في الاخر عندي فولس او حاجه الفاليو بتاعتها يا اما اس نود يا اما نيجاتيف اس نود، ودي اللي هي تبقى 1 او 0 ماشي، ببعتهم وساعتها بقى يعمل اي حاجه من اللاين كودينج ده، وعلى اساسها بعمل ايه؟ بعمل بي اي ام للايه للسيجنال بتاعها. خلاص كده وصلت الباور اللي صابني عليه. لا ايه هي ليها بالديوريشن، بس الامبليتيود بتغير. يعني هل البلس اللي ليها امبليتيود اللي هي البلس دي زي البلس دي كباور؟ لا صح؟ انا مثبت البالديوريشن بس مش مثبت الامبليتيود. اوكي؟ ماشي؟ فهنا انا ثبتت الحاجه اللي ببعتها، انا ببعت دايما دلتا. ماشي؟ طب تعالى نبص كده على البلوك دايجرام بيعمل ايه؟ اول حاجه بيقول له ام اوف تي. ماشي؟ وهنا في كومباريتور انيشالي كده ان الكومباريتور بيبقى ايه بزيرو، فيعمل كومباريزن ما بينه وما بين الام اوف تي، هيلاقي ان الام اوف تي اعلى. اوكي فالكومباريتور بيعمل ايه؟ الايكويشن بتاعته ايه؟ في بوزيتيف ماينس في نيجاتيف صح كده؟ فلو الديفرنس ده والايرور طلع بوزيتيف بيطلع ايه؟ طلع في سي سي او نيجاتيف في سي سي، اللي هي يا اما يطلع في الحاله بتاعتنا دي الدلتا او نيجاتيف دلتا، اللي هي الاس نود ونيجاتيف اس نود ايا كان. بعد كده يعمل سامبل اند هولد تمام. فهنا سامبل اند هولد هيبعت بس بيت ديوريشن البيت كده الفاليو بتاعتها مثلا اللي هي الفي سي سي او اللي هي الوتابل، يعني نقول ان هيبعت هنا اس نود مثلا. ماشي فدي ايه ده اللي احنا رسمناه اول حاجه اللي هو ده مثلا. بعد كده هيدخل هنا لو دي بوزيتيف هيعمل كاونت اب ماشي، لو هي نيجاتيف هيعمل كاونت داون. فهنا يعمل ايه؟ هنا هيبقى عندي اس نود انيشلي عشان انا كان عندي طالع لي زيرو، ويعمل ده هيطلع لي هنا ايه اس نود بدل الزيرو دي. حلو طيب بعد كده في البيت اللي بعدها بيقارن الاس نود دي الليفل ده ماشي بعد ما عملت ده في الايه بالمسج بتاعتي، لا ايه لا ان الكومباريتور بيطلع لي ان هي ايه ان المسج برده اكبر فيبعت اس نود ثانيه يعملها سامبل اند هولد، فده ايه هيطلع برده ايه اس نود اس نود ثانيه كده. هيجي هنا يعمل ايه كاونت اب فيديني ايه 2 اس نود، فتخرج لي هنا 2 اس نود وده يبقى ايه ده 2 اس نود صح كده. يجي بعدها يقارن بينه وبين المسج هيلاقي انه ايه اقل برده من المسج فيديني ايه خرج لي هنا ايه اللي هي دي سي سي اللي هي الاس نود بتاعتي.
يعمل سامبل اند هول يخرج هنا اسنود ثانيه، يعمل كاونت اب طلع لي دي ايه 3 اسنود، تمشي هنا تبقى 3 اسنود، تطلع لي الليفل ده كده. هيجي كرم يلاقي بقى ايه، يلاقي ان الديفرنس ده نيجاتيف، فيطلع لي نيجاتيف بي سي سي او اللي هي النيجاتيف اسنود. هعمل سامبل اند هول ماشي، فيطلع لي هنا ايه نيجاتيف اسنود. هعمل ايه دلوقتي كاونت داون، فيطلع لي ايه هنا 2 اسنود، هنزل هنا 2 اسنود. فاهمين الفكرة؟ ها فاهمين؟ طيب ماشي، ده كده الدلتا موديليشن. اوكي، كل مره ببعت لاس نود لنيجاتيف اس نود، الدكتور بتقول لك بقى ده كده اكتب مثلا الباينري اللي هي الباينري كودد مثلا انت بتبعت بيه، فتبقى ايه لو اس نود بتبعت واحد، لو نيجاتيف اس نود بتبعت زيرو، دي عادي يعني ماشي. طيب ايه مشاكل بقى الداتا موديليشن مع، طب ما هي لطيفه قوي كده، هبعت كل مره اس نود ونيجاتيف اس نود وخلاص على كده، مشاكل كتير صح؟ ماشي، هي باينه اصلا من الصوره هنا، شوفوا كميه الايرور اللي عندنا، كل ده ايرور صح؟ طيب اول بروبلم عندنا، عندنا حاجه اسمها سلوب اوفرلود ماشي. طيب ايه السلوب اوفرلود؟ لو انا عندي سيجنال تطلع بسرعه جدا كده ماشي، ايه اللي هيحصل؟ انا عندي الستب اما تمشي كده عشان تلحق السيجنال اصلا كل ده ايرور ماشي. لو سيجنال عندي تغيراتها سريعه والستب شكلها كده هيحصل ايه؟ فكره السلوب اوفرلود، انا عندي كل ده ايرور، الستب بتاعتي مش عارفه تلحق السيجنال فاريشنز اللي بتحصل. اوكي، فده اول مشكله عندي. طب تاني مشكله الستارت اب ريسبونس، ستارت اب ريسبونس ان اصلا السيجنال ما كنتش باديه من زيرو، كنت باديه بحاجه كده ليفل كده معين وبعد كده بتطلع اي حاجه، فتلاقي ايه ان الستب عماله تعلى 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 لغايه ما لحقت مين؟ لحد ما لحقت السيجنال، بعد كده عماله تأوسيليت حوالين ايه؟ الليفل. طالما بتأوسيليت هنا ده الستارت اب ايه؟ ريسبونس. هنا ده الجرانيولر نويز، جرانيولر يعني محببه صح؟ جرانيولز يعني حبوب، جرانيولر محببه، انت لو بصيت هنا كده هتلاقيها كانها محببه كده يعني مش حاجه ثابته صح؟ طب تعالى نبص كده ازاي نحل مشكله كل حاجه فيها. الستوب اوفرلود قالوا لك عشان تحل المشكله دي لازم السرعه اللي بتزيد بيها الستبس تكون بايه؟ تكون اكبر من اكبر سلوب موجود في الايه؟ في المسج عندي. فيبقى الاس على تي اس ابسوليوت لازم يكون اكبر من الماكسيمم سلوب اوف المسج بتاعتي. الاس على تي اس هي ايه؟ هي الواي على الاكس، فاكني بتجيب الريت اللي بيزيد بيه الستبس ماشي؟ تكون لازم يكون اسرع من، يعني زياده الستبس تكون اسرع من اكبر سلوب موجود عندي في السجن. تمام كده؟ ده ايه؟ ده السلوب اوفرلود. الستارت اب ريسبونس بيقول لك ايه؟ انت كده لوجيكال كده في الاثنين دول محتاج اعمل ايه؟ لو انا عاوزه، لو انا عاوزه ده يتحقق محتاج اعمل ايه؟ اكبر ستيب، وده اكبر ستيب. طب والجرانيولر نويز؟ صغر ستيب، يعني هنكبر ولا هنصغر؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا نكبر ونصغر، احنا نحب الحلول الدبلوماسيه وما بنزعلش حد. الحل الدبلوماسي بقى ان احنا نعمل ادابتف، ادابتف دلتا موديليشن، ان احنا لو انت عاوزها تكبر هنكبرها لك، لو انت عاوزها تصغر هنصغرها ايا كان ماشي. كده الايكويشنز بتاعتها
هنا دي الايكويشنز بتاعت الادابتيف دلتا موديليشن. لو جينا بصينا كده ايه اللي بيحصل؟ دايما احنا كنا دايما بنعمل ايه؟ ناخد الستيب هي على طول الاس نود لنيجاتيف اس نود على حسب الارج صح؟ دلوقتي لا، دلوقتي هي فانكشن في مين؟ في الستيب اللي قبل كده. فلو لقيت الارر عندي كبير مثلا او محتاجه ازود قوي يبقى ايه؟ لو لقيت يعني ان الاثنين ورا بعض بنيجاتيف مثلا اقل من الام اوف تي يبقى هكبر السيجنال ايه؟ للضعف. لو لقيته ايه؟ اكبر هقلل. يبقى ايه؟ عماله اغير في السايز بتاع الستيب على حسب مين؟ على حسب الارر اللي عندي. تعالى ناخد اكزامبل الدنيا تفتح اكتر. اوكي؟ هي ناخد كده شكل سيجنال اي حاجه شكل عامل كده اوكي. وهنا ده تي اس مثلا اول حاجه لما تيجي تحل بروبلم زي ديت احسن حاجه ترسم ايه؟ ترسم جدول كده. انيشلي احنا هناخد ايه؟ هناخد انيشلي بما ان الحاجات دي كلها مش متعرفه عندنا لان يعني ما عنديش ايرور ات الانستنت دي وعندي الايرور بتاع اللي فات. فناخد اول حاجه مثلا كبدايه ناخد اس نول مثلا ناخد اس نول. فدلوقتي عندي الستيب اللي قبل كده ده هاخد تايم انستنت تي اس عند تي اس دلوقتي نقف هنا ماشي. هبص كده مين الستيب اللي قبليه؟ هي الاس نول صح كده. الايرور عندي دلوقتي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو بوزيتيف صح واحد صح عشان ام اوف تي اكبر يبقى محتاجه ازود فالايرور بواحد صح. طيب والايرور قبل كده انا بما اني اخدت اس نوت فيبقى واحد برضو صح. طيب هنضرب ده في ده ونجمع عليه اس نوت فيديني ايه؟ اتنين اس نوت. هنا هروح عاملة ايه؟ مكبرة كده ضعف ده كده تمام. مش انا اصلا بعت اس نوت؟ بما اني بعت اس نوت يبقى انا اوريدي كان الايرور اكن المسج اكبر كانت اكبر اوكي. طيب بعد كده ناخد عند 2 تي اس مثلا عند تايم انستنت الثاني الاس اوف كي ماينس 1 هاخد دي احطها هنا 2 اس نوت. الايرور عند الانستنت دي ايه؟ واحد صح؟ والايرور بتاع كي ماينس 1 هتبقى ايه؟ هو ده صح كده؟ هعمل ايه؟ يبقى اس نود مضروب في الواحد تبقى 2 اس نود بلس اس نود هنا يبقى يديني ايه؟ 3 اس نود. هطلع دي قوي كده تمام؟ هاجي هنا احط ايه؟ هاجي احط هنا 3 اس نود. الايرور عند الانستنت دي ايه؟ نيجاتيف 1 صح كده؟ ده هيتحط هنا واحد ماشي؟ ويبقى هنا الجديد ايه؟ 3 نيجاتيف 3 اس نود بلس اس نود يديني ايه؟ نيجاتيف 2 اس نود صح كده؟ 3 اس نود في نيجاتيف 1 ده تضربهم في بعض وتجمع عليهم اس نود بالاشاره دي عشان هنا عندي المسج اقل من الايه؟ من البيت اللي هنا دلوقتي اقل هنا كل ده اقل. طول ما المسج اكبر من الام كوانتايزد اللي هي ده الام كوانتايزد ماشي تحطي واحد. اول ما المسج تبقى اقل الحاله دي تنزلي ايه؟ تقولي نكتب واحد تمام؟ معناها ايه؟ ده ده هناك كنت دايما ببعت اس نوت ليه؟ مش انتي مش احنا كلنا بنقول ان انا عندي مشكله هناك عندي المشكله دي بس دي برده لا ثانيه بس انا عشان انا رسمه بطريقه مبالغ فيها ماشي. هو في الاخر الستبس دي بتبقى حاجه صغيره جدا فتبقى لو انا بتكلم على ستيب ممكن تبقى في الحقيقه عامله كده مثلا فتبقى الضعف عامل كده بس انا رسمه كبيره عشان نفهم بس التكنيك ماشي ازاي تمام ماشي. في الاخر اصلا لما نيجي نعمل كوانتايزيشن عمرها ما بنعمل كوانتايزيشن بالمنظر ده
في اخر في نايكوست وفي حاجات عشان الكلام ده كله يعني. ماشي. بعد كده الارر الجديد عندي ايه؟ ركزوا معايا بس ركزوا معايا. هنا هنزل 2 اس نو يبقى هنزل ايه حتى كده هنا. تمام. هلاقي ايه؟ هلاقي ان المسج بقت اقل. الارر دلوقتي هنا بايه؟ واحد. واخد ده بس انا باخد ابسوليوت فهاخد هنا 2 اس نو ده عندي 4 تي اس. والارر قبل كده كان هيبقى ايه؟ نيجاتيف 1 يبقى عندي 2 اس نود ماينس اس نود صح كده؟ يبقى ايه؟ اس نود. يبقى هطلع هنا بايه؟ اس نود. ماشي. بعد كده لما اجي اعمل هيبقى عندي اس نود والارر هنا بواحد وده هنا هينزل هنا يبقى بواحد فيديني ايه؟ 2 اس نود. فهرجع تاني ايه؟ ازيد كده يعني حاجه كده. الناس فاهمه الدنيا ماشيه ازاي؟ ها حد عنده مشكله؟ فين هنا؟ لا عشان ده ابسوليوت. ما هو لو نيجاتيف بص لو هو نيجاتيف ايه اللي هيحصل؟ هيبقى نيجاتيف 3 اس نوت يبقى انت بتنزل اكتر. مش رونج يعني. هو ده هبعته ازاي زي ده؟ يعني هنا كنا بنبعت لو انا زادت اس نوت اطلع واحد هنا هنبعت ازاي لو انا زادت 2 اس نوت؟ عادي عدد بيتس بقى. انت هنا بتبعت اس نوت او نيجاتيف اس نوت فبتبعت ايه؟ 1 او 0. هنا هتشوف الكومبينيشن مثلا تبقى مثلا تقول ايه لو انت بتبعت رينج اوف مثلا ماكسيمم 4 مثلا اس نوت الحاجه تبعت مثلا 2 بيتس مثلا كل واحد كده يعني. ده بقى بنعمل ايه؟ عندي هنا انا ماشي هنا بدل ما ابعت مثلا المسج كلها ببعت دايما الديفرنس برضو بنفس يعني ببعت دايما الديفرنس ما بين الايه السامبلز. فمثلا لو انا عندي اعمل كده هبص لا خلينا اشرح الاول على الفيديو عشان انا بحب احس ان ده اوقع كده وحاجه يمكن تكونوا ملموسه شويه. لو احنا عندنا يعني هو الفيديو الكومبريشن ماشي بيحصل بنفس الطريقه دي بالظبط ده نفس البلوك دايجرام تقريبا يعني. ماشي. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه الفيديو المفروض ان انا بعمل ايه؟ عندي فريمز صح صور كتير ورا بعض بيبعتوا ايه بسرعه جدا فانت ما ايه يعني ما بتلاقي ان هي ايه اكنها الصوره بتتحرك صح كده. طيب دلوقتي انا لو بعت كل الكم الداتا دي كل الفريمز دي ورا بعض ده كم داتا كبير جدا صح فممكن يحصل ديلي او ما انا بستخدم ريتس عاليه جدا جدا وده يبقى مور كومبلكس وكوست وباور وكل الحاجات دي. تمام. فقالوا نعمل ايه؟ وطبعا نعمل سايز والكلام ده كله. تمام. فالكومبريشن تكنيكس تعمل ايه؟ بتقولك لا انا ما بعتش كل الفريمز دي انا بعت ايه؟ انا بعت فريم اولاني مثلا وبعدين دايما ابعت الديفرنس ما بين الفريمز دي لان مثلا لو انا بتكلم على مذيعه في التلفزيون اوكي بتيجي تتكلم الباك جراوند اللي وراها كله ثابت ليه كل مره ابعت الباك جراوند كله تاني؟ طب ممكن ابعت التغيرات اللي بتحصل في ايه فهي بتتكلم مثلا في ايديها في وشها مش عارفه مين الحاجات دي كلها هي ايه تبعت الديفرنسز دي لكن ما بعتش كل الصوره كلها ايه مره تاني. تمام. فده اكشلي اللي بيحصل. ماشي. فخلينا ناخد بقى الكلام ده كله على البلسز. فلو انا هنا مثلا عندي سيجنال عامله كده مثلا وعندي ده 1.4 مثلا وده هنا 3 مثلا وده 2.1 اي حاجه اي 3 سامبلز بدل ما ابعت كل مره السامبلز ديت هبعت مين؟ هبعت الفرق بينهم. تمام. طيب ايه البلوكس اللي عندي؟ اول حاجه عندي كوانتايزر وعندي بريدكتور. البريدكتور ده المفروض ان هو بيأكت از ان هو بيبريدكت ايه الحاجه اللي هو كان بعتها. ماشي. فده كل اللي بيعمله بيعمل ديلي للايه سامبل. الكوانتايزر محتاج اعرف ايه عن الكوانتايزر؟ اعرف الستيب بتاعته صح؟ فمثلا الدكتور ممكن تديك ان هو يا اما ميد رايز يا اما ايه ميد ثريد. ايه الفرق بينهم؟ ميد رايز يبقى تلاقي فيه ايه ترانزيشن عند الزيرو عند الايه عند الزيرو. هنا ميد ثريد عامل زي الفتله كده فهتلاقي ليفل عند الايه عند الزيرو. حلو كده. طيب بعد كده تديك الستيب بتاعك. حلو. خلينا ناخد اكزامبل خلينا ناخد الارقام دي مش مشكله خلينا ناخد ان هي ميد ثريد والدلتا بكام بواحد. اوكي
طيب دلتا بواحد يبقى انا عندي ايه؟ يبقى عندي 0 وعندي 1 وعندي 2 وعندي ان كده صح كده؟ ده الليفلز اللي عندي. طيب خلينا ندخل اول واحده كده اللي هي ايه 1.4 انيشلي. احنا قلنا ايه الحاجات بتبقى كلها بزيرو صح؟ الفيدباك كله بزيرو، ما عنديش حاجه اصلا اقارن بيها. وده لوجيكال ليه؟ لان انا زي ما قلت ان احنا اول حاجه بنبعت الفريم الاولاني كله، فبنبعت الدلتا البلس الاولانيه كلها زي ما هي او يعني كوانتايزد صح؟ طبعا يعني احنا متوقعين الايرور يبقى كبير بما اننا واخدين الستاب كبيره صح؟ الستاب المفروض تكون صغيره بما ان الارقام هنا ايه؟ صغيره جدا صح؟ طيب اول حاجه انيشلي انا عندي ايه؟ البريدكشن بزيرو، ما عنديش اصلا حاجه ابريدكت بيها، فزيرو فالديفرنس هنا هيديني ايه؟ 1.4. الكوانتايزر هيخرج لي ايه؟ واحد صح؟ يبقى اول حاجه عندي هنا الترانسميتر هيخرج لي 1. 1 دي هتدخل هنا هياخد الزيرو ده ويجمع عليه هنا ماشي؟ وادخله على البريدكتر، سوري الزيرو وادخله على البريدكتر هنا. لما تيجي تدخل البارس الثانيه دي هتبقى ايه؟ داخله لها 3. اول ما تدخل الثلاثه هنا الواحد ده يجي هنا تمام؟ واعمل سبتراكشن. سبتراكشن ده هيديني ايه؟ 2 صح كده؟ هتديني ايه؟ بعد بالظبط هتديني 2. هتيجي تدخل هنا وده الواحد ده هيجي هنا فالصم بتاعهم هيجي 3، الاوتبوت هنا هيبقى ايه؟ 2. البريدكتور هيعمل ايه؟ هيستنى لتايم ايه؟ انستنت اللي بعدها. اول ما تدخل لي هنا ال 2.1 هو يخرج لي مين؟ ال 3 هنا. الديفرنس بينهم كام؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 0.9 صح؟ الكوانتايزر هيخرج لي ايه؟ نيجاتيف 1. فيجي لي هنا ايه؟ نيجاتيف 1 وهنا في 3. تفضل ايه شغاله كده، يبقى اللي هيبعته هنا ايه؟ نيجاتيف 1. ده كده الترانسميتر. حد عنده مشكله في الترانسميتر؟ لا اللي بيخرج هنا ده اللي بيخرج من الترانسميتر للريسيفر. كده ايه؟ بريدكتور هيخرج هنا 2، هي هنا 2 صح ماشي تمام. بس لو في تايم انستنت بعدها طب ليه بقى؟ ليه بيحصل كده؟ ليه هيبقى 2؟ مش المفروض يبقى نيجاتيف 1؟ ليه؟ ما انا خارجه نيجاتيف 1 هنا وفي هنا كان 3 الانستنت اللي قبلها صح؟ بصوا هو عامة عاوز اقول لكم حاجة، ان دايما الفيدباك الترانسميتر سواء هنا او هنا الترانسميتر دايما بيحاول يشوف الريسيفر شايف ايه عشان يقلل الار. هنا اكشلي الريسيفر هيبقى شايف ايه؟ هيبقى شايف البيت اللي هي اللي كان لسه عاملها كوانتايزيشن والبيت اللي قبلها اللي عامل لها كوانتايزيشن ويجمعهم على بعض. ده اللوجيكال صح؟ فهو بيحاول يشوف الايه؟ الريسيفر شايفه علشان يقلل الار، لان هو لو مثلا بعت الار بعت السيجنال زي ما هي للبريدكتور ده اللي هي 1.1 كده هيزود الار عليه. فدايما بيحاول يشوف ايه اللي الريسيفر شايفه ويشوف ايه ويعمل الديفرنس بينه وبين الريسيفر شايفه. لكن لو هو عمل يعني هنا اوريدي في ايرور صح؟ لو دخل دي 1.1 على هنا هيعمل ايرور تاني صح؟ صح؟ لكن لو كان هنا الايرور ده وهو اوريدي شايف الريسيفر شايفه في الانستنت اللي قبل كده فيبقى الايرور كده ايه؟ مش اكيوميليتف. فاهمين الفكره ولا ايه؟ اوكي؟ فدايما دايما البلوك الفيدباك هنا او الفيدباك هنا هو مين؟ هو الريسيفر شايف ايه تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف الريسيفر. الريسيفر هو عباره عن البلوك ديجرام ده اللي هو شبه ايه؟ شبه ده بالظبط صح كده؟ اول حاجه هيدخل له ال1 وبعدين ال2 وبعدين النيجاتيف 1. اول حاجه ال1 انيشلي مفيش بريدكشن فيديني هنا 0 فيخرج لي ايه؟ يخرج لي 1. طيب بعد كده ال1 دي هتلف هنا فيبقى ده عندي ايه؟ ده 1 واللي داخلي هنا 2 يتجمعوا على بعض اديني ايه؟ 3. هتدخل التلاتة هنا هيبقى عندي ايه هنا؟ نيجاتيف 1 اللي داخل نيجاتيف 1 و 3 تديني ايه؟ تديني 2 صح؟ طيب هنا الايرور قد ايه؟ هنا 0.4 هنا 0 هنا 0.1. طبعا كل ما تقلل الستب كل ما كان ايه؟ احسن صح؟ طيب وتعالوا نبص كده لو انا كنت بعت البالسز دي بالفاليو بتاعتها كان هيبقى الباور قد ايه؟
ده الايرور. انا اوريدي مين السيجن اللي كنت بحاول ايه البلس اللي انا كنت بحاول ابعتها سامبل ماشي. طيب لو جينا بصينا هنا انا كنت هبعت بلس حتى هبعت كوانتايزيشن ولا حاجه كنت هبعت ايه بلس بواحد وثلاثة واثنين دلوقتي بقيت ببعت بواحد واثنين وواحد فكده باور احسن ولا لا احسن كتير صح. طيب ماشي الباندويث بقى لو انا ببعت ده مش ديفرنشال فمش لا الباندويث كمان ممكن يفرق في ايه بقى ان انا عندي الباندويث هو ايه هو نص الريت والريت ده هو ايه ان في الاف اس اف اس مش هقدر ما بغيرش فيها بس ممكن اغير في الان صح. دلوقتي الرينج دايناميك رينج اللي كنت بلعب فيه بدل ما كنت بلعب مثلا من واحد لغايه التلاتة مثلا دلوقتي بقيت عندي ايه الرينج عندي من واحد مثلا لاقصى حاجه اتنين فعدد الليفلز قلت عدد البيتس قلت فيبقى كده ايه باندوس احسن. فاهمين الفكره؟ ها مين عنده مشكله؟ ناخد بقى حبه مشيت كده ماشي. هنا بيقول لي consider a sine wave with frequency fm or amplitude am show that slope overload distortion occur if ال am تساوي ال s على 2 باي fm ts. هعمل ايه ده ايه يا فندم انت عارف ايه تمام. يبقى هو بيقول هو الشانس بيقول ايه بيقول ان انا عندي السلوب اوفرلود تو افويد السلوب اوفرلود كان ايه اصلا كونديشن ان اس على تي اس فاكتوريال يكون ايه اكبر من الماكسيمم سلوب بتاع ايه بتاع سيجما. طيب امتى يحصل بقى السلوب اوفرلود لو العكس صح كانت اقل. طيب ماشي اول حاجه السيجنال عندي مين السيجنال عندي مين ام اوف تي دي هي اي ام كوزاين او ساين مش فارقه اوميجا ام تي كده. انا عاوز اجيب السلوب بجيب السلوب ازاي بعمل ديفرنشيشن صح يبقى عندي اي ام اوميجا ام ساين اي يعني نيجاتيف ساين صح كده. مين الماكسيمم سلوب؟ ده صح؟ اي ام اوميجا ام يبقى انا عندي الاس على تي اس لازم تكون اقل من مين؟ الاي ام اوميجا ام يبقى الاي ام المفروض تكون اكبر من مين؟ من الاس على الاوميجا ام اللي هي 2 باي اف ام صح؟ تي اس صح كده؟ هو دي الماكسيمم سلوب والماكسيمم امبليتيود هو انت السلوب كنا بنجيبه ازاي؟ نعمل ديفرنشيشن صح؟ ماشي ده لو لينير لو لين لا هاد السلوب بتاع اي حاجه او يعني لو انت عندك مثلا دايره بتجيب التانجنت بتاعها او الماكسيمم بقى سلوب هو ايه انت عامل بالي سلوب بيتغير مع التايم صح؟ لان انت عارف الكوزاين الكوزاين دي عامله كده فالسلوب بتاع ده غير السلوب بتاع ده غير السلوب كده فايه اكبر سلوب؟ اللي هو الامبليتيود بتاعه اوكي؟ طيب خلاص وصلنا للفورمولا دي بعد كده بيسألني what's the maximum power that may be transmitted without slope overload. ايه maximum power transmitted؟ تكلم حب الباور اصلا اكبر باور ممكن ابعته بتاع كوزاين هو ايه هو الاي ام سكوير على الاثنين ده باور بتاع كوزاين عادي. ايه اكبر باور ممكن ابعته عشان ما يحصلش يعني ديستورشن ان الاي ام ده عشان ما يحصلش ديستورشن لازم اقلب الساين تكون اقل من ده فده دلوقتي بقى مين بقى الماكسيمم بتاعه صح صح ولا ايه فالاي ام دلوقتي بقى الفاليو بتاعته ايه اس على 2 باي اف ام تي اس واعمل اول سكوير واقسم على الاثنين تمام سهله. طيب نيجي بعد كده مديني سيجنال ودي عاده بتيجي في الامتحان هيجيب لك جراف بيبر ويجيب لك سيجنال وترسم لها دلتا موديليشن او ادابتيف او اي حاجه اوكي
فانا مديني ان الام اوف تي بتساوي 0.01 تي وان الاف اس بتساوي 20 هرتز والدلتا عندي اللي بزود بيها 2 ملي فولت. هرسم ازاي؟ اول حاجه مديني تي اس فانا هرسم الاكس اكسس بتاعي على التي اس تمام كده. فالتي اس عندي 1 على 20 ده ايه 0.05 كده. هرسم هنا 0.05 تمام كده. طيب بعد كده انا عاوز ارسم السيجنال. اول حاجه بما ان الستاب عندي بالملي فولت ماشي فانا هخلي الاكسس بتاعي عشان هي مش يعني مش هينفع ارسمها مثلا 1 2 3 صح 1 2 3 يبقى كده مفيش ستاب اصلا صح. يبقى لازم اخلي ايه اعمل نورماليزيشن للاكسس بتاعي يبقى بالملي فولت اوكي. طيب بعد كده انا عاوز اعمل رينج للايه للسيجنال بتاعتي. انت ممكن ترسمها عادي ممكن ترسمها مثلا 1 2 3 4 عادي ماشي بس كده بالظبط. انت ممكن تلاقيه في اخر ترسم هنا ماشي. فعندك حل اتنين لا تاخد الستاب لا تاخد ايه لا تاخد مثلا ال 0.05 دي موجوده فين هنا يعني تعوض بالتي هنا فتجيب لك مين اللي هي ال 0.005 يعني يجيب لك مثلا 0.005 فبالملي تبقى ايه تبقى 5 مثلا او ممكن تقلل شويه يعني ممكن تمشي بالستاب مثلا 2 4 ملي فولت ان كده اي حاجه ماشي. بس حاول تاخد على قد ما تقدر عشان يعني اصل انت لو انت مثلا مشيتها 1 2 3 فلو مثلا هنا لقيت 5 1 2 3 كده هتلاقي ان الرقم ده هنا مثلا هتلاقيك فجاه وصلت لغايه اخر الجراف وانت لسه ما كملتش 2 ستبس على بعض. فحاجه ما تنزلش بالستبس لا تمشي بايه باول فاليو عندك هنا يمين هنا حاجه من الاثنين. بس دي طريقه سيستماتيك يعني انت مش لازم تمشي كده طبعا اوكي. طيب خلينا نقول مثلا انا همشي بالستب 2 4 6 8 10 كده انا كبرت 12 14 16 ده هنا عند الخمسه بعد كده 10 مثلا هعمل كده اوكي. الستب عندي بكام؟ ب 2 ملي فولت. هعمل ايه؟ هعمل اول حاجه 2 ملي فولت بعد كده هلاقي نفسي اقل اروح مكبره ل 4 بعد كده هلاقي نفسي اقل اروح مكبره 6 مثلا 8 ماشي ايه مش كويس يعني ايش جبت الدكتور كده في الامتحان مش عاجباني على فكره تمام. لا انا مش يعني انا مش رسمه ممكن مش رسمه تسكيل يعني ممكن تظبط لما تيجي ترسمها انت تاني او حاجه او تبقى اقرب شويه مش عارفه يعني ماشي. بس انت فاهمين التكنيك ماشي ازاي. طيب بعد كده دكتور هتيجي تقول لك ارسم الترانسميتد ارسم الحاجات انت هتعملها ترانسميشن يعني يبقى عندك هنا اس نود مثلا وهنا اس نود هنا اس نود اسيم مثلا هنا كان في نيجاتيف اس نود فتبعت ايه 1110 ده الباينري ستريم اللي بتبعته اوكي. ايه اتوقع عاملين كده ليه؟ طيب ماشي خلاص انا كده خلصت السكشن. عنده اسئله بقى ممكن يتوقع.